ونروح معاكم أعزائي المشاهدين دلوقتي لمحافظة الغربية، مدينة كفر الزيات. هنخش على طول على مطعم باب الحارة للمأكولات السورية. باب الحارة مش مطعم فاتح بقاله شهر أو اتنين، هو المطعم ليه فرع فاتح من سنين ومسمع ومعروف جدا، بس الفرع التاني في المنصورة في مدينة بلقاس، لكن احنا رحنا الفرع بتاع كفر الزيات. رحنا هناك وكالعادة الأجواء السورية والشاورما الجميلة اللي دايما بتشدني في أي مطعم سوري، وبحب دايما أجرب بالذات الشاورما. وفعلا رحت وجربت وكانت تجربة جميلة جدا. الشاورما أقدر أوصفها إن هي بجد مليانة، ما كنتش قادرة أكمل ساندويتش الشاورما خالص، مش عارفة أكمله، هو بجد مليان جدا. كمان العيش السوري متحمص تحميصة حلوة قوي وطري من جوه في نفس الوقت. عجبتني تحميصة العيش اللي مش بلاقيها دايما في أي مطعم سوري. كمان عملنا لقاء مع صاحب المكان وعرفنا كمان إن عندهم بيتزات وكريبات ومشويات، كل الأنواع وكل الأكلات السورية عندهم. ولازم أروح لباب الحارة تاني وأجرب كل الحاجات دي، لكن أنا المرة دي كان ليا التجربة مع الشاورما. لكن حقيقي هي تعتبر يعني فتحة الخير كده بتاعت المحل. كمان عندهم مكان مش بس بتاخد السندوتشات او الاكل بره، لا عندهم مكان حلو قوي مكيف وفيه ترابيزات وكراسي وقعدة حلوة هتعجبكم جدا. دلوقتي هنروح على طول المطعم، كمان هتشوفوا معانا الصور للوجبات والاكل اللي هناك، وتعالوا معانا يلا على باب الحار. بهاء الدين ابراهيم، باب الحارة الشامي، يعني لنا 3 سنين معانا بمحافظة المنصورة اللي هي بلقاس، تابع للمنصورة، ريف المنصورة، بلقاس وشربيني وكفر الزيات في طنطا. المنيو عبارة حضرتك عن بيتزا، شاورما، مشويات، فراخ مشوية، اللهم صل على سيدنا رسول الله، كريبات. والله نحن عندنا هون يعني الناس حب الشاورما، حب الشاورما، حس يعني حست الناس هون بتميزنا بالشاورما، بتبلتنا الخاصة الموجودة، بالنظافة تبع الأكل، الحمد لله يعني فضل الله بصراحة. إيه يعني الحمد لله لقينا في قبول بالبلد، في ناس عم ترحب فينا كتير، الحمد لله رب العالمين، يعني هذا فضل من رب العالمين. الشعب المصري أهلنا وأخوتنا من زمان يعني. والله الحمد لله أنا الشغل عندي كله فريش، يعني كل يوم في يوم الحمد لله. خلاص أنا ببيع مثلا لخسكار معين أو لوزن معين، فأنا ما بتقلش عليه علشان أبيع وأشتغل فريش تاني يوم على طول. والله بنخلي يعني المسافات المتباعدة، لو صار في زحمة بنخلي مسافات متباعدة، بنحط الكمامات مثلا كده يعني، كوان الكلفز، الكواندي بيبقى في شغلنا دايم يعني، الكلفز عموما، كورونا ولا غير كورونا. الله يجبر بخاطرك. هلا اول شيء انا لي شرف انه انتم سمعتوا عنا سماع حلو كثير يعني، واجيتوا لعنا دونا عن المطاعم كلها بكفر الزيات، يعني هذا شرف كبير لنا. وثاني شيء انا بتشكر هالبلد العظيم يعني، مصر وجيش مصر وشعب مصر، يعني اخوتنا، اخوتنا وحبايبنا والله. وكده أعزائي المشاهدين يبقى خلصنا كل جولاتنا في ال3 مطاعم اللي اتكلمنا عنهم النهاردة. يا رب تكون حلقتنا نالت إعجابكم. أعزائي المشاهدين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.